اليوم عندنا مجموعة من الصيغ المتفرقة. أول شيء حنبلش بقاعدة لوك اللي هي كانت يعني حكينا أنه بدنا ناخذها المرة الماضية، لكن ما شاء الله كانت القاعدة طويلة فما لحقنا نوصلها. لاحقة لوك من اللواحق الجميلة باللغة التركية، يعني الواحد يحكي لي إله واللي عليه، في شغلات بالتركي بتحب يحس الواحد انه هيك مفلسفة شوي بتضايق منها، بس هي بتحسها بليغة هيك وبتعطي بتريح كتير. فحناخد عنا الامثلة، حتكون مثل ما متعودين دائما حتكون موجودة مكتوبة عبر الفيسبوك، ودائما يعني عم كرر نفس الفكرة، اللي بيقدر يرافق السمع بانه يفتح لو على السريع يفتح ويقرأ يشوفها مكتوبة ويتابع معنا حيحقق فائدة أكبر بكتير. لاحقت لك إلى أكثر من استخدام. الاستخدام الأول هي بتحول الصفة إلى اسم، يعني مثلا بكون عندنا مطلو سعيد مطلو لك سعادة جزال جميل، جزال لك جمال، أبطال غبي، أبطلك غباء، إي خير، يعني مو خير إنه جيد أو بخير، نحن نقول نصل صن إيم، أنا بخير يعني أنا جيد، جود يعني إي جيد، إيلك خير أو جودة، إيلك خير أو جودة، كتو سيء، كتو لك يعني السوء أو بتجبي معنى الشر. جوتش مثلا، جوتش قوي، جوتش لوك قوة، وبتجي بمعنى إذا بتذكروا المرة الماضية بالأغنية جوتش، لأنه غير معنى قوي بتجي بمعنى صعب، فجوتش لوك بتجي بمعنى الصعوبة أو التحدي. فإذا أول مثال أو أول مجموعة من الأمثلة هي أنه اللوك بتحول الصفة إلى اسم، مطلو لوك، جزال لك، أبطال لك. طبعا لك هي قاعدة رباعية، يعني هي ممكن تكون لك، ممكن لك، ممكن لك، ممكن لك، يعني أظن أنه اللي يتابعونا أو اللي صار فترة صارت نوعا ما هي مفهومة فكرة أنه التغييرات الصوتية بالأحرف، وأرجو أنه تكون موجودة عند الكل. أبطال لك الغباء، إي لك الخير، كتو لك الشر أو السوء، جوتشلوك يعني القوة. إذن هاي المجموعة الأولى. بنرحب بقتيبة وحميد وعبد الله سعد هوش جالدين هوش بلدوك، أهلا وسهلا فيكم. أنا بشكر اللي بلشوا من هلا يذكروا أمثلة بيعرفوها، أنا سعيد حتى لو قبل ما نذكر المجموعة، مشان أنا عقب على الأمثلة محكوا أنه هي بتنتمي لأي مجموعة من استخدامات لك. الاستخدام الثاني كمان بيضع للإسم وبيحوله لإسم أشمل منه، يعني مثلا تشوجوك معناها طفل، تشوجوكلوك طفولة، الاثنين اسم بس عطيت معنى أوسع أشمل. ياشلو مسن أو كهل، ياشللك الكهولة، إنسان طبعا، إنسانلك بيصير معناها الإنسانية، أقرب معناها قريب، الشخص بيقربني، أقرب لك القرابة، كارديش لك الأخوة، أركداش لك الصداقة، أني لك الأمومة، بابا لك الأبوة. الكلمة اللي كلياتنا بنحكي فيها ومتعقدين فيها ومشكلتنا الأساسية، يمكن عليم الله إذا بنشوف إذاعة مسك بنلاقي 90% عم يحكوا هالكلمة اللي هي كملك، بيقول لك الكمالك والكملك ومدري شو. فكيم هي جاي من كلمة كيم من كملك، فصار معناها الهوية، إنه مين أنت، فهي الكملك يعني هي، لأنه في ناس بتفكر إنه الكملك هي خاصة باللاجئين والسوريين بيقولوا معه كملك، لا الكملك هي كلمة معناها هوية، فبالتالي التركي معه كملك، فكلمة كملك لحالها ما بتعبر عن المعنى اللي نحن قاصدينه، هم السوني مفروض يابانجي كملك. كيشي معناها شخص، كيشي لك معناها الشخصية. إذن المجموعة الثانية من استخدامات لك هي بتحول الاسم إلى اسم شامل واسع، مثل تشوجوك لوك، ياشلو لوك، إنسان لوك، أقرب لوك،
kardeşlik, arkadaşlık, annelik, babalık, kimlik, kişilik. المجموعة الثالثة من استخدامات look اللي هي مجموعة كتير مستخدمة وأظن في بعض المتابعين عبر الفيسبوك ذكروا بعض التعليقات عنها يعني بدأوا يشاركوا مثل مثلا هي بالضبط بتشبه عنا بالعربي وأتقلك مثلا هيك إنه شغلي أنا مالي عارف عبر عنها وبقلك يا الله جبت هاي القطعة تبع الكذا يعني إنه أنا مالي عارف لا اسم فأنا بقلك تبع هيك فهي هيك هي الاستخدام الثالث هي بتعطي اسم مرتبط بهذاك الاسم بحيث كل واحدة إلى معنى آخر لكن أنت بصير تفهمها من السياق أنا اهتار مثلا مفتاح أنا اهتار لك بصير معناها شكلة مفاتيح كتاب لك معناها مكتبة المكتبة اللي هي مجموعة رفوف بتحط عليها كتب غير الكتب هانة اللي بتقعد فيها وبتقرأ وغير اللي هي الكرتاسية اللي بتشتري منها أدوات المدرسة لا كتاب لك هي المكتبة اللي هي رفوف مثلا كولاك معناها إذن كولاك لك بصير معناها سماعة الموبايل سماعة الهيدفون كلها كولاك لك هاي في ناس ذكروا كتير حلو كاليم قلم كاليم لك مقلمة شكر لك حلو هاي العلبة اللي بنحط هلا عم بحكي أمثلة من ذاكرين الشباب عبر الفيسبوك شكر لك هي السكرية توزلك هي المملحة جوزلك مثلا جوز عين جوزلك يعني تبع العين اللي هو شو النظارة هاي الخاصة بالعين فهي أحيانا حتى لو ما بتعرف أنت معناها أو جديدة الكلمة من الجذر تبعها ممكن تتوقع مثلا سينيك هل أحيانا ما بتقدر تتوقع سينيكليك إنه سينيك معناها دبانة طب شو هي سينيكليك تبع الدبانة اللي هي شو اللي هي المنخل سينيكليك هو المنخل اللي بيمنع الدبانة إنه تفوت فهي كتير استخداماتها حلوة كتير بتريحنا من حفظ كلمات جديدة بصير سهل علينا إذن هاي المجموعة الثالثة هي مجموعة أشياء مرتبطة بأشياء أخرى مثل ما أن أنا أهتار لك كاليم لك توز لك جوز لك كولاك لك شكر لك كتاب لك سينيك لك المجموعة الرابعة مجموعة المهن أنه أنا بحول من العامل بمهنة إلى اسم المهنة يعني دكتور لوك مهنة الطب مهنة الطبابة أوريتمان لك التدريس مهنة التدريس مهندس لك الهندسة مهنة الهندسة تشيك هلأ تشيك شوفوا أنتم لاحظوا كمية اللواحق تشيك زهرة تشيك تشي يعني بائع الزهور تشيك تشي لك يعني مهنة بيع الزهور يعني فوت الواحد الكلمة كانت 5 حروف صارت 10 ولسه قابلة طبعا للزيادة هاي المجموعة الرابعة مجموعة المهن دكتور لوك أي شيء أوريتمن لك مهندس لك عنا مثلا المجموعة الخامسة والأخيرة بصير معناها من أجل مثلا بتفوت على الأسانسير بتلاقي مكتوب دورت كيشي لك يعني لأربعة أشخاص من أجل أربعة أشخاص دورت كيشيلك بتروح على الأوتيل بتقول له بدي أحجز الأوتيل أتش جن جيجيلك أتش جيجيلك لثلاث ليال هذا البيت لثلاث ليال بتروح تشتري أواعي مثلا بدي يا والله جاكيت كشلك يعني شتوي بدي جاكيت شتوي كشلك بتروح مثلا على بيت بتقول هذا يازلك إيف بيت صيفي بيت من أجل الصيف مصيف من أجل الصيف بتروح مثلا بتشوف شغلة حلوة كتير بتقول له لرفيقك أو بو جملك تام سان لك يعني بالضبط إلك هذا هيك حفر وتنزيل مثل ما نقول سان لك بان لك لأجلي يعني بتصير معناها يعني مناسب لأجلي فإذا المجموعة الخامسة بمعنى من أجل أو لي بنقول كيشيليك دورت كيشيليك على الأسانسير تذكروها لما تروح تحجز أوتيل أو فندق أو غرفة بتقول مثلا إكي جيجيليك لليلتين أواعي كشلك يازلك للأواعي لبيت شتوي للمصيف أو مشتى سانليك تام سانليك مناسب بالضبط
لك كتير الأمثلة حلوة. إيه بيش ليرا لك، بيش ليرا لك، حلو أمثلة كتبوها على الفيسبوك، يعني هذا بخمس ليرات، أبو خمس ليرات، هيك أنا كم تقول هذا أبو خمس ليرات، بيش ليرا لك بير هدية اليوروم، عم دور على هدية أبو خمس ليرات. طبعا مستحيل تلاقي هدية بخمس ليرات، بس يعني سندويشة فلافل، والله حتى صندحم يقول لي أسامة سندويشة فلافل، مع أنه حتى الفلافل غليت من خمسة بطل يمكن. طيب هلأ حنقرأ الأمثلة الموجودة عبر الفيسبوك. الآن هيك نحن منكون أنهينا قاعدة لك، أول قسم عنا اليوم. ما توقع تأخذ هيك وقت، بس الأمثلة حلوة، وفي الأمثلة اللي عمي يعطونا إياها أيضا الشباب عبر الفيسبوك عم تثري الموضوع أيضا، فأنا كتير سعيد فيهم. بس لشوف شو في أمثلة أخرى. تمام، هيك بنكون خلصنا لك وبننتقل إلى القاعدة الثانية. بالنسبة للقاعدة الثانية، يعني هي أبسط من أنه نسميها قاعدة، خلينا نسميها هيك مقبلات صغيرة سهلة. يعني هي صيغة بنستخدمها، نحط فعل استار، استار استار من يعني هي يريد، بس جاي بصيغة استمك، جاي بصيغة الجنيش زمان، الزمن الواسع استار. فأنت بتحطها مرتين، فبتقول له مثلا استار إنان، استير إنان ما، يعني إذا بدك صدق، إذا بدك ما تصدق. بغض النظر استير استير يعني ما لك علاقة أنه عم تحاكي هو، فبتقول استيورسون أو استيرسون أو كذا، لا هي استير استير هيك كأنها ظرف، ما عادت العلاقة بالضمير المخاطب، لا وين مين ما كان. فهي استير استير بتنحط مرتين وبتحط بيناتها، يعني إذا بدك هيك إذا بدك ما هيك. فمثلا الأمثلة كمان موجودة عبر على الفيسبوك، استار إنان، استار إنان ما، إذا بدك صدق، إذا بدك لا تصدق. استار قال، استار قال ما، إذا بدك تعا، إذا بدك ما تجي. استار آل، استار آل ما، إذا بدك اشتري، إذا بدك ما تشتري. طبعا يعني أحيانا بيكون فيها شوية يعني جفاصة وغلاظة، أنه إذا بدك تشتري، إذا يعني هي هيك. استار قال، استار قال ما، بدك تجي حبك تجي حبك. استار بطاطا، ممكن هون بلطف، استار بطاطس، استار طوكية، إذا بدك كول بطاطا، إذا بدك كول دجاج. استار شمدي، استار سونرا كونو شروز، إذا بدك هلأ، إذا بدك لاحقة بنحكي. هي بسيطة بس بتحل أزمة، يعني هي أحيانا في قواعد بسيطة مو ضخمة مثل القواعد اللي بتحس أنه بدنا نفصل فيها وبتسبب عقدة عند المتعلم وبتغلبه، لا بتكون بسيطة مع ذلك هي يعني إذا استخدمها هيك وعرف شو يستخدمها بيلاقيها حلو. استير ياب، هاي كتبوا استير ياب، استير ياب ما، استير تشالوش، استير تشالوش ما، استير جول، استير بورنو. شو قصدك هون أخي حميد؟ عم بحكي على الفيس. تمام، الآن إذا استار استار هي إذا بدك إذا ما بدك. هلأ الصيغة الثانية اللي حنمر عليها هي بلكي، بلكي كمان نفس الشيء بتكرر مرتين، يعني ربما هيك وربما هيك. بلكي بوغون، بلكي يارن، إشلريمي بتريورم، بلكي بوغون، بلكي يارن، يعني ربما اليوم وربما غدا، إشلريمي بتريورم، سأنهي أعمالي. كتابم، كتابم كتابي، بلكي أهمتي، بلكي أليدي، ربما عند أحمد، ربما عند علي، يعني معه بحوزته. إذن كتابم بلكي أهمتي، بلكي أليدي، مثلا بلكي جيليرم، بلكي جيلمم، ربما آتي وربما لا آتي، إذن ربما آتي وربما لا آتي. بلكي جيليرم، بلكي جيلمم، بقول يامر، بلكي يار، بلكي يامز، بقول يامر المطر اليوم، بلكي يار ربما يهطل، بلكي يامز وربما لا يهطل. إذن بلكي، بلكي يمكن جديد، استير يمكن مرة عليكم، بلكي نوع ما جديدة بس كتير كمان مستخدم، إنه ربما أفعل وربما لا أفعل ذلك. صفي عندي بس يا 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 بالضبط، هي مثل العربي، يعني يمكن نحن أكيد أخدينا من من الأتراك، لأنه هي ما لها كتير يعني الأصل مو فصيح، إنه يا يعني يا هيك يا هيك يا بت مثلا يا كرمزي يا مافي جملك على جام، يا حاشتري القميص الأحمر، يا حاشتري قميص أحمر، يا حاشتري قميص أزرق. يا كرمزي يا مافي جملك على جام. يا تاكسي إلي، ما في خطأ بالكتابة، يا تاكسي إلي يا أتوبوس لي جيدي بليرز، يعني يمكننا أن نذهب يا بالتاكسي يا بالباص. يا 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 بوغن يا يارين görüş görüşürüz أو görüşelim، ما بدها يعني سهلة كتير بس بتحل أزمة، وهي هي قواعدية، يعني هي القاعدة تبعها. هيك بنكون إذا أخذنا look،
هي أكتر شيء طبعا أخذنا معه. بعدين مرينا على ثلاث صيغ هيك سريعة، استير استير يعني إذا بتحب وإذا ما بتحب، بلكي بلكي، ربما هيك وربما هيك، بدنا نكون مختلفين، ويا يا. الآن مثل ما تعودنا هناخد الأغنية سان بانا باكما، يعني لا تنظر إلي، سان بانا باكما، هي من الصيغ البسيطة. إلك ديل بو، طبعا بو يعني هون دائما إن في تأخير وتقديم، يعني بو إلك ديل، يعني هاي مو أول مرة، بو إلك ديل، هذه مو أول مرة. جيدينين جيدان جيدان، هلأ دائما إذا بتلاحظوا إنه القاعدة اللي أخذناها مع بعض يمكن صرنا هالأربع أسابيع، كل مرة بقول الماضي بعدين قلت قبل أسبوعين قبل ثلاثة عم يزيدوا، بس دائما بنرجع لها وهي مهمة، وأنا بنبسط إنه تكون موجودة لذكر فيها. تحويل الفعل إلى صفة، جيدان جيدان الذاهب، جيدان الذاهب، ذهب جيتمك، جيدان الذاهب. جيدينين يعني اللي بيروح، بعدين هون الإن تبع الإضافة. جيدينين كازاندو، كمان هون حولنا الصفة إلى فعل، كازانمك يفوز، كازاندو حولناه هون يعني بمعنى الذي الذي يفوز به، يعني يعني بمعنى هون الجملة كيف بتصير، جيدينين كازاندو يعني أن الذي يذهب يفوز، هي هي المعلومة. هيلي 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 مثل عربية يعني حيلة، هيلي بير أويونبو، إنها يعني هي لعبة وحيلة. هالجملة هاي اللي بتقولها بمعنى أنه لتخفف عن الناس أنه اللي راح هو اللي فاز، لا هي خطأ، أنه بيكون تمام. سان بانا باكما بلكي دي، بلكي دي ربما، هذا أيضا إن دوروسو، إن أخذناها المرة الماضية، إن الأكثر، إن دوروسو الأصح بو، يعني ربما أصح شيء أنه اللي صار اللي هو يعني الفراق اللي صار. بان سون بهارم، سون بهار اللي هو فصل اللي نحن هلأ فيه اللي هو الخريف، نحن هلأ بالخريف، نعم يفترض أنه بالخريف. سون بهارم خريفي. دكتوم، دكمك يعني سقط. دكتوم سون يابراك، دكتوم اللي هو الذي سقط، حولنا الفعل إلى صفة. سون يابراك يعني آخر ورقة، أنا آخر ورقة سقطت بالخريف هذا تبعي. بو بان نيانغونلار غوردوم، ني هون ليست للسؤال يعني قديش، يعني كم، ما أكثر يعني سؤال بمعنى هون التكثير. بان نيانغونلار غوردوم يعني قديش أنا شهدت حرائق، يانغون حريق بتشوفوها يمكن بالمترو بالكذا أو على هاي العلبة الحمراء اللي بيحطوها، يانغون حريق. أولي جي براك بيني، هكذا اتركني. سان أتشتان أتش، أتش شو معناها نار. سان أتشتان كوركارسن، أنت تخاف من النار. كاتش، كاتش معناها أهرب، أركض. كاتش أهرب، أهرب عفوا وليس أركض، كاتش أهرب. نفسها هي طبعا نفس كتابة كاتش اللي هي كم، نيك كاتش ليرا كم، يعني لا الأتراك عندهم إياها كتير. هاي هون كاتش طبعا فعل أمر، أهرب. كاتش كورتار، كورتار يعني أنقذ، كورتار كينديني أنقذ نفسك، كانديم نفسك، والإي طبعا لأنه مفعول به، يعني كانديني كورتار، كاتش كانديني كورتار، اذهب وأنقذ نفسك. بان نيرالار ألدم، يرى اللي هو جرح. بان نيرالار ألدم، قديش أنا أخذت جراح. هيتش بيري، هيتش بيري ولا واحد، ألدر ميدي قتلني. سان ديجيت ونوت بيني، أنت روح وإنساني.